هاد الحصة سنقوم بحساب هاد النهايات. بالنسبة للنهاية دو تخوا سبق أن جزنا لدو، جزنا تمرين مشابه هاد التمرين، تخوا هاد التمرين كذلك. دونك وضعو بوز اون جو دو على الأقل دو و تخوا. بالنسبة لتخوا الأولى سنذكر بتقنية حساب النهايات عند لانفيني، بليس أو بيان موان لانفيني. دونك ثم أنتم مطالبون بإنجاز تمارين تطبيقية لكي تترسخ لديكم الفكرة، وسننجز التمرين يتضمن هذا النوع من النهايات. دونك يتضمن أمثلة متنوعة. دونك فاش تكون عندك لانفيني مثلا في هذه النهاية اللي عندنا ليميت لما اكس كي اول بلس لانفيني دو اف دو اكس كتساوي لنا ليميت لما اكس كي اول بلس لانفيني. دونك تعمل مثلا هذا الجذر مروج بدو. دونك اذا صح التعبير نقول اللي عنده اعلى اس، دونك واحد على اثنان، هذا عنده مثلا واحد على ستة، دونك واحد على اثنان اكبر من واحد على ستة، تعمل بهذا. ولكن قبل ذلك تعمل هنا داخل هذا الجذر، هذا يعني عندك جذر مثلا دو اكس موان زان كتكتبو على شكل تعمل داخل الجذر، تعمل بالحد الاعلى درجة، دونك باكس عامل لي واحد ناقص واحد على اكس، ثم كتعاود تكتبو على شكل جذر دو اكس عامل مضروب جذر ديال واحد ناقص واحد على اكس. دونك هذه كتساوي لنا ليميت ديال جذر، بعد نكتبو التعبير اللي عندنا، اكس ناقص واحد ناقص جذر مروج باسيس دو اكس على جذر مروج بتربع دو اكس ناقص واحد ناقص جذر دو اكس. دونك يساوي ليميت لما اكس كي اول بلس لانفيني دو جذر دو اكس مضروبة جذر، هنا سيبقى لدي واحد ناقص واحد على اكس، ثم هنا مو جذر مروج بستة دو اكس على هنا كذلك اعمل بجذر، دونك جذر مروج بثلاثة دو اكس، دونك سيبقى هنا لدي عامل لواحد ناقص واحد على اكس، ثم هنا مو راسين دو اكس تساوي ليميت لما اكس كي اول لبلوس لانفيني. دونك هنا اعمل اللي عنده اكبر اس اذا جزا او صح التعبير. دونك عندي هذه واحد على اثنان، هذه واحد على ستة، دونك اعمل بلا راه هذا جذر مروج بدو دو اكس، دونك انا عامل لي جذر ديال واحد ناقص واحد على اكس. دونك هنا هذه عملت بجذر اكس، يعني بحال كتبت هذا الجذر مروج بستة دو اكس، دونك ضربت في لاراسين دو اكس وقسمت عليها، وهذه عملت بها، دونك عملت بها، دونك يعني بقى عندي هنايا جذر، خصني نحسب جذر مروج بستة دو اكس على جذر مروج بدو دو اكس، يعني بحال عندي اكس اس واحد على ستة ناقص واحد على اثنان. اذا نحسب واحد على ستة مو ان دومي، شو شنو شحال غتعطيني؟ دونك واحد على ستة ناقص واحد على اثنان كتساوي لنا واحد موان تخوا، دونك كتساوي لنا موان دو سيغ سيس كتساوي لنا موان زان سيغ تخوا. يعني هنا هاد الموا هاد يعني الجذر يعني غادي تكتب في المقام، يعني واحد على جذر مروج بثلاثة دو اكس، اما هاد الموا هادي هي ديال هادي نحن نتحدث عن، دونك على جذر، دونك هنا نفس الشيء عندي جذر مروج بثلاثة يعني واحد على، وهذا جذر مروج بدو يعني اللي عنده أس أكبر أس هو هاد واحد على اثنان، واحد على اثنان أكبر من واحد على ثلاثة. دونك وعامل بلا راسين دو دو عاملي، دونك هنا نفس الشيء يعني غنحسب جذر مروج بثلاثة دو إكس على جذر مروج بدو دو إكس، شحال غتعطيني؟ يعني واحد على ثلاثة ناقص بحال عندي اكس اس واحد على ثلاثة موان ان دومي، يعني كنحسب واحد على ثلاثة ناقص واحد على اثنان، اذا تساوي اثنان ناقص ثلاثة يعني موان زان سيغ سيس، يعني هذه ستكون واحد على يعني السالب، يعني غتكتب في المقام واحد على جذر مروج بسيس دو اكس مضروبة في هذا التعبير هذا اللي هو واحد ناقص واحد على اكس موان زان.
إذن تساوي ليميت لما اكس كي اول بلس لانفيني. دونك اختزل بلا او مباشرة احسب النهاية، اختزل بلا راسين دو اكس ولا راسين دو اكس البسط المقام. دونك هنا هذه الغاية، هنا سيتضح لكم الامر. الغاية من التعميل اللي عنده اكبر اس، دونك باش هذا اللي عنده اصغر اس كيعطينا الصفر. دونك هذا عطانا الزيرو، هذا عطانا الزيرو، دونك هنايا ستعطيني واحد على موازن، اي هاد النهاية كتساوي لنا موازن. بالنسبة لي مثل ما اكس كي اول ا ديال ا سينوس دي اكس ناقص اكس سينوس ا على اكس موان ا، دونك هنا سبق وان شرحنا ذلك، هنا سنجيب مباشرة. دونك حساب كيف نجد النهاية باستعمال العدد المشتق. يعني بغيت يكون عندي مثلا سينوس دي اكس موان سينوس ا على اكس موان ا. اذا كما شرحنا من قبل نضيف واحد الكمية ثم اطرحها، يعني هذا باش يكون عندي معدل تغير دالة السينوس بين اكس و ا. اذا هذه النهاية ليميت لما اكس يؤول الى ا دو ا مضروبة في سينوس دو اكس موان اكس مضروبة في سينوس دو ا على اكس موان ا. دونك هنا فقط الى نجزتو التمرين باش تشوفو تاكدوا من الاجابه نتاعكم، لان شرحنا هذا المثال هذا. دونك تساوي ليميت لما اكس كي اول ا دو ا سينوس دو اكس موان اكس سينوس دو ا على اكس موان ا. اذا انا اريد ان اتخلص من هاد موان اكس سينوس ا، ذلك التقنية هي أن أضيف موان سينوس دو أ. إذا أضيف سينوس دو أ وأطرحها تساوي ليميت لما إكس يؤول إلى أ دونك ديال أ سينوس دو إكس موان إكس سينوس دو أ. دونك هذه سينوس أ باش نكتبها مع التعابير هادو، دونك سأوحد المقام. دونك يعني زائد سينوس أ في إكس، يعني زائد إكس في سينوس دو أ موان أ في سينوس دو أ على إكس موان أ. هادي موان سينوس أ أتركها جانبا، مندخلهاش معاهم في هذا التعبير القصري. دونك كتساوي لنا ليميت لما إكس كي أول أ. إذا تلاحظون هنا سنقوم باختزال سينوس دو اكس، اكس سينوس ا موان اكس سينوس ا. دونك سيبقى لدي ا في سينوس دو اكس موان ا في سينوس دو ا، واعمل ب ا عامل لسينوس اكس موان سينوس دو ا على اكس موان ا موان سينوس دو ا. اذا هذا هو معدل تغير دالة السينوس بين اكس و ا. دونك هذه كتساوي لنا ا مضروبة دالة السينوس فهي قابلة للشقاق على ار، دونك فهي قابلة للشقاق في العدد ا. اذا كتساوي لنا ا في كوس سينوس بريم دو ا هو كوس دو ا موان سينوس دو ا. بالنسبة للنهاية الأخيرة ليميت لما اكس كي اول اثنان ديال اكس وكاري ناقص خمسة اكس زائد ستة في طونجون في بي سور كاتر على اكس. دونك هنا باش يمكننا نخدمو نهاية الاعتيادية اللي كنعرفو على الطونجون مثلا في الصفر، طونجون مثلا دو الفا اكس على اكس. دونك ليميت لما اكس كي اول صفر ديال هاد التعبير، دونك كيعطينا الفا. اذا شنو يمكننا نديرو بعدا، اذا عوضنا باثنان هادي تعطينا صفر، هنا تعطينا فيني، دونك شكل غير محدد لانه منو في النهاية يمكننا نغيرو لها بشكل ديالها. ليميت لما اكس كي اول اثنان ديال اكس او كاري ناقص خمسة اكس زائد ستة عامل الطونجون دو بي سور كاتر في اكس تساوي ليميت لما اكس كي اول اثنان. دونك مادام عوضنا باثنان عطاتنا زيرو، دونك راه دو سي غاسين ديال هاد الحدوديات، يعني اكس موان دو. بالنسبة للجذر الاخر كيف سأجده؟ دونك موان دو
العدد اللي نضربه في موان دو باش تعطيني 6، هذا البرودوي وهذه لا سوم تاعو، يعني هنا خصها تكون موان 3، موان 2 في موان 3 تعطينا 6. دونك في الطونجون وهنا باش يمكن لي تعطيني شي تعبير كي اول الصفر، دونك ساستعمل الصيغة المثلثية الاتية، يعني الطونجون دو اكس كيساوي لنا 1 على طونجون ديال بي سور 2 موان اكس، دونك هادي كتساوي لنا 1 على طونجون ديال بي سور 2 موان بي سور 4 في اكس، دونك كتساوي لنا ليميت لما اكس كيقول 2 دو اكس موان 2 في اكس موان 3، دونك 1 على طونجون. دونك باش تعطينا واحد التعبير كي اول 0 فاش نعوض ب 2، دونك اعمل بي سور 4 ماشي بي سور 2، اعمل بي سور 4 عامل 2 موان اكس، دونك هاد التعبير يؤول الى الصفر. كتساوي لنا ليميت لما اكس كيؤول 2 ديال اكس موان 3، دونك هادي غنزل بها للاسفل، ولكن باش تكون عندي 2 موان اكس دونك اضرب موان زان، دونك هنا تكون عندي موان زان على طونجون دو بي سور 4 عامل 2 موان اكس على 2 موان اكس، هادي ب 2 دونك تعطيني موان زان، موان زان في موان زان تعطينا 1 على بي سور 4، دونك كتساوي لنا 4 على بي. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي مع ثمن أخرى. شكرا لكم.